إذن التفاهم الأمريكي الروسي حول سوريا موضوع رح نناقشه بالدقائق المتبقية من الحلقة. دكتور فخر الدين، اليوم محمد بلوط بجريدة السفير بيقول إنه هذا الاتفاق هو اتفاق الحد الأدنى، اتفاق حذر ولكن حظوظه بالنجاح ضئيلة لأنه لا يتضمن أي شق سياسي. وبتوقف عند كلام وزير خارجية الولايات المتحدة يلي قال سنبدأ بالتحضير لاستئناف المفاوضات وسنعمل مع روسيا على تسهيل الانتقال السياسي بسوريا. أولا توصيفك للاتفاق، بتوافق معه أنه اتفاق الحد الأدنى الحذر؟ بعتبر أنه هو يعني إذا بدنا ما نتفائل نقول هو اتفاق مرحلة لوقف النار، بوقف اطلاق النار. هل هو اتفاق نهاية ولاية أوباما؟ يعني بده يكلل ولايته بشيء ما؟ يعني أنا بنظري يعني شوف المقررات اللي طلعت عن المعارضة باجتماع لندن. نعم. مقابل أنه الشيخ مش مقبول، يعني نحن إذا بدنا نفوت بجنيف بدنا نستأنف جنيف الست أشهر، المهلة الست أشهر الموجودة معناتها بكون انتهت ولاية أوباما، انتخب رئيس جديد في الولايات المتحدة الأمريكية واستلم الرئيس قبل انتهاء المفاوضات. فبالتالي مرحلة حفاظ الأمر الواقع أو بقاء الأمر على ما هو عليه بتصور ما رح تصمد، رح ممكن تصمد هاي الهدنة لفترة ما حتى بدء المرحلة الأولى من المفاوضات ممكن، ولكن هيدا شيء صار قبل، صار في اتفاقات ولم تصمد نعم. بمظن بعد يعني، وهي يمكن نظرة تشاؤمية بيوم عيد مفروض، ما بظن بعد نضجت ظروف الحل في المنطقة، لأنه الحل مش بس بسوريا، هو حل في المنطقة، وما بظن أنه كافة الأطراف هن جزء من هاي العملية. إذا بدنا نوضع بلائحة بالانتصارات الهزائم والضحايا، بيقول غسان شرب اليوم بجريدة الحياة: نعرف اسم القتيل الكبير إنه سوريا، ونعرف اسم المهزوم الكبير إنه سوريا أيضا. إذن من المنتصر حتى الآن؟ بالنظر هي مش معركة انتصار، هو معركة نظام الأسد بالنسبة له البقاء في السلطة أو هو أو انتصار القتال أو إيه هو انتصار بالنسبة له أو القتال حتى آخر نقطة دم في الشعب السوري. يعني ما عنده مشكلة نظام الأسد أن يقتل كافة السوريين في حرب البقاء. سوء الإدارة اللي حصل على خاصة من قبل المجتمع الدولي منذ اليوم الأول لانطلاقة الثورة السورية، يعني منذ 15 أذار 2011، يسبب دائما بالانتقال من نكبة إلى نكبة، من مشكلة إلى مشكلة. عدم السير بالتغيير الديمقراطي، عدم وجود ضغط حقيقي للحل السياسي بسوريا أنتج اللي أنتجه، عدم دعم المعارضة وتحديدا المعارضة المعتدلة أنتج اللي أنتجه. كل هذا التراكمات اليوم ضحية هيدي حرب، أكيد الشعب السوري هو ضحية، هو منه مثل ما نحن بعنصريتنا بنطلع فيه بنعتبر أنه النازح هون جاي سياحة ولي ما عم يرجع على بيته لأنه ما في شيء بسوريا. لا، هو ضحية، هو تم تشريده، قتل منه الألاف وغرقوا بالبحر، موجود بكافة دول العالم يعيش بأسوأ ظروف الحياة، وهذا كله تمن بقاء الأسد في السلطة وعدم إيجاد حل سياسي على قاعدة حقيقية بتنصف الشعب السوري اللي ضحى كتير وبتصور للأسف حيضحي كتير بالفترة المقبلة. بالنسبة للعقد أمام الاتفاق، بيقول إبراهيم حميد اليوم بالحياة أنه في 10 عقد، أحد يعني أبرزه بدي أسألك عنه تجاهل الاتفاق لوحدات حماية الشعب الكردي، يعني الموضوع الكردي ما تم التطرق إليه. لا، لأنه هذا موضوع خلافي مع تركيا، من أجل ذلك تم تجاهل هالموضوع كمان عقدة رئيسية. نعم. أمام الاتفاق هذا عقدة، موضوع فيلق الشام عقدة تاني، موضوع فك الحصار عن مدن المحاصرة، الموضوع بتعرفي في تم يعني اللي عمله النظام، عملوا محاولة منقول اثنيك كلينزينج، تطهير عرقي، حتى تم قام بإحراق سندات الملكية والأوراق لكثير من المدن، وتم
نزع ملكية الأياضي عنا. يعني الملف الحل في سوريا وفي إعطاء الجنسية لآلاف الناس غير السوريين وتوطينهم في سوريا ومحاولة تغيير الطابع الديموغرافي للمناطق معينة. كل هيدي النقاط بعدنا كتير بكير لنطرق لها، لا تشوف حلول لها. يعني كمان بيقول أنه أبرز عقدة بالعقد هي البعد السياسي، لأن النظام والمعارضة يريدان معرفة النهاية السياسية، والاتفاق لم يتضمن الكثير من العناصر السياسية. والاتفاق عملوا نفس المنطق اللي بنعمله بلبنان، انه حطوا كل الامور الخنفية جانبا وقال متفق عليه متفقين عليه. فعليا المشكلة الاساسية يعني مستقبل الاسد بالفترة الانتقالية وما بعدها، شو هو مش بس مش النظام، الاسد تحديدا. نعم. المرحلة الانتقالية كيف شكلها، شو هو المشروع الطائفي السوري اللي بدون يكون موجود، شو هو بعدنا كلنا هيدا ما تناقشنا فيه. فباعتقادي الدور التركي بهذا الاتفاق، لو كان في ترحيب تركي بس ما في موقف حقيقي وما في مشاركة حقيقية وتركيا لاعب أساسي، الدور الإيراني المغيب عن هذا الاتفاق وهذا، لأنه روسي بيعمل اتفاق لوحده مش مع الإيراني، الدور السعودي بالمنطقة، الدور القطري، كل هذه الملفات بعد مش موجود. بس أهم من هذا كله، هذا اتفاق لم يشمل السوريين، لم يشمل السوريين. بهذه الخلاصة دكتور وليد فخر الدين أمين سر حركة اليسار الديمقراطي، وصلنا لختام وقتنا بعيدا عن كل هالتشاؤم، نرجع نعيد منعيد الناس ونتأمل بشوية تفاؤل في الأيام القادمة. وكل عام وأنت بخير. شكرا للمشاهدين على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء غدا بإذن الله.